بإذن الله هنعمل كيك بالبسكوت إن شاء الله تعجب كل الأمهات. بالنسبة للمقادير عندنا مرنج 3 بياض بيض و 170 جرام سكر. بالنسبة للبسكوت عندنا 125 جرام زبدة، 150 جرام سكر، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 2 بيضة، 350 جرام دقيق، و 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر. بالنسبة لكريمة الزبدة الإيطالية عندنا 6 بياض بيض، 330 جرام سكر، 100 مليلتر مية، 500 جرام زبدة، لون طعام أحمر. بالنسبة للتزيين عندنا مربى توت وتوت أحمر، فراولة وكرامبيري. هنبتدي بالمرينج. هنحط بياض البيض في العجان وهنخلطه لحد ما يبقى هش ولونه أبيض، وبعد كده هنبتدي نحط السكر شوية شوية. أوكي، بكده المرين جاهز. هناخد المرنج نحطه في بايبنج باك. والمرنج هنعمل بيه اشكال للتزيين، اشكال بالشكل ده، وبعدين ممكن نعمل قلوب وهندخلها الفرن بدرجة حرارة 100. نعمل البسكوت، هنحط الزبدة والسكر، هنضربهم مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم البيض واحدة واحدة، البادل مش الويسك، هحط الفانيليا مع البيض، وهحط البيكنج باودر مع الدقيق. هنبتدي نخلطهم. في نفس الوقت وهما بيختلطوا لسه هحط المية والسكر على النار اللي هعمل بيهم كريمة الزبدة الإيطالية علشان يوصل ل 118. لما أبتدي أضرب البيض يبقى السكر جاهز. حطينا الزبدة والسكر والبيض، ودلوقتي أحط الدقيق والبيكنج باودر، نخلطهم مع بعض علشان نحضر البسكوت. اوكي، عجين البسكوت كده جاهز. هناخد العجين، هو مش هيلزق قوي بس انا جايبه دقيق احتياطي، وهنبتدي نفرده. هيحتاج شوية. القالب اللي هنقطع بيه. اوكي، وهنقطع وهنحط القلب، طلعه بالراحة خالص عشان ما نغيرش شكله، وبعدين هنجيب قلب اصغر منه شوية وهنقطع الجزء اللي في النص. اوكي،
طبعا بقيه العجين هنعمل اكتر من قلب. انا عملت قبل كده 3 قلوب ودلوقتي هندخله الفرن بدرجه حراره 180 وهيقعد في الفرن حوالي ربع ساعه. اوكي السكر دلوقتي بيغلي فعلى ما نضرب البياض البيض يكون السكر بقى جاهز. هنحط بياض البيض وهنضربه لحد ما يبقى لونه ابيض وهش وبعد كده يكون السكر جاهز نبتدي نحط السكر عليه. ودلوقتي نبتدي نحط الزبدة شوية شوية. وده برضو الوقت المناسب ان احنا نحط لون. وده بيبقى شكل القلوب بعد ما بتطلع من الفرن. هنبتدي ناخدهم واحد واحد. هحط شوية كريمة تحت علشان ما يقعدش يتحرك وانا بشتغل عليه. وبعدين هنبتدي نزوقه بالكريمة. ودلوقتي نبتدي نزوقه بالحاجات المختلفة اللي عندنا مرانج